السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد البلبون بالخضره. المهم هنايا درت واحد البصله كبيره واللحم. دابا غندير لهم شويه ديال البلديه وشويه زيت روميه. وغادي نديرو نحرو ليا فوق البوطه. دابا جبتهم فوق البوطة كيتشحروا كنعطيها، وغادي نمشي نبدا نوجد الباقي ديال المكونات ديالي. هنايا يعني عندي الخضرة ديالي، خيزو، سلاوي، الكورجيت، مطيشة. هنا غادي نطيب واحد الربيطة ديال الربيع اللي غنديرها الفوق. هنا الفول كونجولي مع الحمص. عندي هاد القريعة وعندي هاد القريعة الأخرى البطلية، واحد جوج الفيتات. دابا هنا القطيعه ديالي غادي نطيب فيها البلبون ديال الدرام. بصراحه الدرام توفر هنايا كيف كنبغي نبدل، ما كنبغيش ندير ديما كسكسو. غندير واحد جوج ديال الكويسات، حيت حنا بجوج انا كنعبر ديما بهذا الكاس، تقريبا قد الكاس العنبه. جوج وشويه، بحال قلت جوج ونص، كنعمرهم مزيان كما كتشوفوا. صفر وحرش وصحي هو على الكسكسو. ندير فيه شويه ديال الكريسه. أو تدخلوا في هذه الزويته مزيان. انا في الاول كندير له غير الزيت، كاين اللي كيدير له شويه ديال الزيت. انا كنبدا بمرحله اولى غير الزيت حتى كيفور لي التفويره الاولى مزيان، عاد كنبقى ندير له شويه ديال الماء. دابا حيت غتطبخ ليا الجميله ديالي غادي نردو. دابا غنمشي نصايب الخيزو اللي كنرمي في الاول، هو ولفت، ونمشي نرمي هاد الحميصات والفولات والخضره الاخرى. كما كتعرفوا راه كنبقاو نضيفوها بشويه بشويه ماشي من الاول. دابا غادي نضيف اللفت، وخيزو، أنا تيعجبني خيزو ديال الكسكسو، سكيفي درت جوج كبارين، وهنا غنديرو الخرقوم. معلقة صغيرة ديال السكينجبير والإبزار، شوية تحميرة ولا ما يعرف بالبابريكا هنايا. ودابا غنجيب الكسكسو ديالي فور ليا التفويرة الأولى، عاد غنبقى نضيف العطري المكونات الأخرى الخضروات الأخرى. هنا درت البلبون ديالي بدا يفور ليا، وغنخليه واحد تقريبا نص ساعة ولا 40 دقيقة. هاد التفويرة الأولى كنخليها تاخد الوقت باش كيطيب ليا مزيان ويفور مزيان. هنا نقيت الخضيرة ديالي وغسلتها مزيان. دابا هنا فور ديال الكسكسو بالبول ديالي التفويره الاولى. دابا غنهزو الله، الريحه طالعه منو كتشهي.
نعمل له شويه ديال الماء بارد، من الروبوني ماشي بارد وماشي سخون. دابا نخليه يتشرب عاد غادي نقادو. دابا رميت السلاوي وحطيت واحد لاطاشه كبيره، غادي نخليها سخونه باش تعطي السلاوي مزيان. دابا غنخلي التخضيره ديالي تطلق لي فيتامين ديالها هنايا وطيب، وغنرجعو يفورني المره الثانيه. عاد من بعد غنضيف القرعه والبورشيت. المهم انا راه شربته مزيان كما شفتو. صراحة البلبل كيجي حرش وزوين، ننصحكم بقاو ديروا مره هذا ومره الاخر باش حتى وليداتكم يتعودوا على هذا، صحي ومزيان للمعده وكل شيء. الدراره عنده قيمه غذائيه كبيره. هي رجعت الفور للمره الثانيه. دابا غناخذ هذه غندير به واحد تقيبات هكا باش يطلعوا الفار مزيان، وغنخليه ثاني واحد نص ساعه. هنايا رميت هذوك الخضر اللي باقيين عندي قبل ما نكمل التفويره الثانيه باش يطلقوا لي مزيان لي فيتامين ديالهم في هذيك المريقه باش ياخذوا الوقت. ودرتهم صاينين يعني طريفات كبارين. دابا غنرجع السكسو يكمل التفوار ديالو. عاد غندير له زبيده ومليحه ونفورو للمره الاخيره. هنايا فور ليا الكسكسو للمره الثانيه، وكيما شفتو الخضيره تبارك الله بدات كطيب. نشوف ماشي غير بدات كطيب صافي. دابا غنغطيها وغادي الكسكسو ديالي. ديما كنسى كنقولو الكسكسو هو البلبول، البلبول ديال الدار. غادي نفزقو عاوتاني شويه ومن بعد غندير له الزيته وخليكم معايا. دابا كيما كنجبدو نيشان كندير عليه ميها تكون عاديه من الروبوني، كنخليه واحد شويه عاد كنبقى نفردو باليد ديالي. دابا بعد ما برد لي شويه ديجا راه قلت لكم شربتو بالماء صافي، يعني كنحس به طايب. حيت انا الصراحه كنخليه كياخذ الوقت ديالو في التفوار، ما كنزربش عليه على نار مهيله. صافي ما غنزيدوش الماء. دابا غادي نحاول نفكو مزيان باش ما يبقاو لي حتى حبيبات باش يجيني حرش شويه. الا كثرتو له الماء كيرطاب، ما كيبقى ليكمش حرش وما كيعجبكمش فاش كيتسقى. باش كتحطوا البلبل ديالكم كيجيكم معجن. دابا مع ديك الميه ديال الخضره غادي يجينا هو هذاك طايب، يعني ملي كتعرفوا واش طايب ماشي رطاب وماشي حرش بزاف، يعني هو هذاك في لي نورم. وتبارك الله كما شفتوا راه زكا ليا، هو راه كيزكا. يعني هذا كثرت واخا غير جوج كويسات ونص ما شاء الله، عطاني كميه كثيره. ناكلو اليوم ان شاء الله ويبقى لنا واحد الطبيسه للغدا. ولكن كيحمقني صراحه هكا البلبول بالخضره، اي حاجه بديه صراحه كتسالي معايا. يعني ما ناكل في البلايص اللي كتبقى كيبقى الاكل ديالنا المغربي شي حاجه اللي لا يعلى عليها صراحه. هنا درت الزيت البلديه، غندير شويه المليحه و
دابا حيت نسالي غادي نرجع الفرن للمره الاخيره. جبت لك الساعه ديالي غادي نسقي بالبول ديالي راه مجد. دابا غنبقى نسقي دابا نبقى ندير الخضرة بشوية بشوية. السلاوي غنوزعهم هنايا بنفس المهم. انا كما قلت لكم راه كنديرو كتير بالخضره، كاع الخضار اللي كاينين كنشريهم ونديرهم. هنا خيزو دابا غنبقى ندير الفول والحمص. دابا غنمشي نحطو، خليكم معايا. ودابا كيما كتشوفو البلبول ديالنا وجد. هنايا درت واحد شويه د المريقه اللي خصو البلو وغنجلسو نتغداو. اللهم لك الحمد. وما تنساوش تفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب الى عجبكم الفيديو ديالي. وبصحة وراحة، ومرحبا بكم ومرحبا بكم معانا. إلى اللقاء البنات، إن شاء الله حتى الفيديو القادم.